السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في الحلقة الثالثة من برنامج فكرة وذكرى. البرنامج اللي كنطرحوا فيه أفكار كتصبح ذكرى عند المتتبع الكريم. ولكن أولا وقبل كل شيء باش تواصلوا معنا ما تنساوش دعمونا في القناة والاشتراك باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. بعد ما دوزنا الحلقة الأولى تحت عنوان قفط رمضان، والحلقة الثانية اللي كتكلم عن ضياع الماء، اليوم برنامج فكرة وذكرى اللي تكلم على واحد المسألة اللي هي كيفاش خصنا نستغلوا الوقت ديالنا بخصوص المواطن، مواطنين اللي التزموا الحجر الصحي يبقاو في ديورهم ما يخرجوش الا للضروره. استغلوا الفترة الحجر الصحي في مراجعة النفس وتطويرها فيما يرضي الله عز وجل. أسيدي علاش ما نقسمش وقتي من أول نهار إلى آخره؟ نقوم بواحد العملية بسيطة، نوض أسيدي نتغدى الوضوء ديالي ونقوم بقيام الليل ونقرأ ما تيسر من القرآن وندعي بالدعوات ونتلج صدري برحمات، من بعد نوض نتسحر مواد غذائية اللي غادي تنفعني في يومي كامل من الصيام، ونتظر حتى يأذن أذان صلاة الفجر ونصلي صلاتي بخشوع ونقرأ القرآن الكريم ونروح نغسل يدي بالصابون ونعقمها، ومن بعد نبدأ بحفظ الصور مصغرة ونصلي بها الصلوات الخمس للحفاظ على الذاكرة على المدى البعيد. أما بعد غادي نبحث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إمتى تزاد، كذلك المراحل اللي عاش في الحياة ديالو، باش تكون عندي واحد المكتسبات ونطبقها في حياتي اليومية. كذلك نخصص الوقت للاسترخاء ونمي قدراتي الذاتية، نقرأ كتب، نكتب، نتعلم لغات جديدة، نتبع ليزوتو فورماسيون في المجال اللي كيعجبني، على سبيل المثال الإعلاميات، المونتاج لفيديو، الطبخ، الرياضة إلى غير ذلك، الرسم. وعلاش سيدي ما نخصش واحد الفترة يعني قبل صلاة المغرب بساعتين ولا ساعة ونصف الفترة دي الرياضة وما نزيرش راسي، لأن الصائم كتكون عنده نسبة السكر في الدم خلال هذا الشهر الفضيل منخفضة، يعني هاد التدريب تكون كيف ما قلت واحد بين 5 ديال العشية حتى 6 ولا 6 ونص، ومن بعد سيدي غادي نمشي نضرب بواحد التدويشة باش يزول مني العياء ونتساعد صلاة المغرب وقبل بواحد نص ساعة ولا 45 دقيقة، نشد سيدي المصحف ديالي ونحاول نراجع لك الصور اللي قريت الصباح ونعاود نقراها ونستافد ونزيد مازال ونحفظ باش يبقى دائما في الذاكرة ديالي. وهذه هي فكرة وذكرى لهذا النهار المبارك. سيدنا تحياتي لكم، تحيات الناس ام توكل ومتتبعين قناة تي في ام توكل في أرض المغرب وخارجه، وكل مواطنين والله يبعد علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف كانت إن شاء الله بحول الله. ما تنساوش تابونا وتشاركوا معنا في القناة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله إلى موعد لاحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.